مدينة أكادير الآن أصبحت يعني تتوفر على مجموعة ديال الانطلاقات تشتغل بطريقة غير قانونية. أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عندهم واحد يعني مساحة قصيرة التي يشتغلوا فيها، والعدد ديال التاكسيات يفوق 1300 سيارة. وقت ما كاين الأزمة، وقت ما كاين الأزمة إلا وتيبان هذا المشكل ملي تيكون الصيف. يعني كل شيء تيقول لك اودي مي يكون سد، يعني نحل عينه ونسد عينه ونحل العين حتى يدوز هذا الصيف. هذا ملي تيدوز الصيف تتبان الكارثه. الان داز الصيف، دخلنا اليوم يعني في جونفي وفيفري مارس اللي الخدمه نقصت تقريبا ب 40%. لقينا الان اكادير تتستغل بواحد النسبه مئويه كبيره جدا 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 من طرف المدن المجاوره. خلقوا خطوط بطريقه غير قانونيه من مدينه انزكان، دايرين علامات ماشي مكتوب عليها انطلاقه اكادير، لا انطلاقه الى الاحياء المدينه، وهذا خطر على مستقبل ديال سيارات الاجره الصغيره. ونحمل المسؤوليه في هذا الشان هذا الى السلطات المحليه، نحمل المسؤوليه في الدرجه الاولى الى السيد الوالي لانه هو المسؤول على هذه المدينه. صحيح انه يراسل الامن من اجل يعني تطبيق القانون، لكن حتى الامن كذلك يعني تيخدم بواحد الطريقه، ما غنقولوش ما خدامش خدام، ولكن بواحد الطريقه اللي ما غادي تعطي حتى شي نتيجه، لان السياره خصها تمشي للمحجز البلدي بناء على الظاهر 63. الانسان تياخذ الزبناء في واحد المكان اللي ماشي ديالو خصو يتعاقب. سياره الاجره ديال مدينه اكادير عندها محطات ديالها، خصها تدخل المحطات ديالها وتهز الزبناء ديالها وتخلي ذاك الراكولاج اللي في الداخل ديال المدينه للتاكسي الصغير ديال التاكسي الصغير، لان سياره الاجره الصغيره ما غيمكنش يهز الزبون اللي غادي للمدن المجاوره باش يديه هويا بالتاكسي الصغير، تيديه للمحطه اللي فيها التاكسيات الكبار. لكن اليوم نحمل المسؤوليه في الدرجه الاولى للسيد الوالي اللي خصو يعقد اجتماع طارئ ويجمع المهنيين ويحدد لهم او لا يفرض عليهم احترام القانون ويصدر قرار عاملي اللي غادي يحدد المسار لكل تاكسي. شوف هذا صراع مفتعل، هو كل ما كاين في الموضوع انه صحيح ان سياره الاجره الصيف الاول ديال مدينه إزكان اخترقت مدينه اكادير من الشوارع ديال اللي كتمر عبر طالبورشت وفي اتجاه مستشفى الحسن الثاني، الا وهذا الشيء كيدير شويه البلبله بين الصنفين. احنا ماشي ضد ان المواطن يوصل باريحيه، ولكن هناك طرق اللي خص يدوز منها الصنف الاول ديال مدينه إزكان. اللي كنت اقترحته انا مؤخرا انه نعدو ندوزو على طريق سيدي فارس حتى الرومبان ديال ماكرو القديم وندورو على يدنا اليسر مرورا عبر تيليله وعبر اللي راك من الفوق الحي المحمدي هذاك، لان تما ولا هذاك هو وسط المدينه. ولكن باختراق الشوارع ديال دومارس الشيخ السعدي في اتجاه مستشفى الحسن الثاني والدوزيام عاد 29 فبراير، نهضروا بكل صراحه راه الصنف الثاني راه حتى هو عنده حقه في العمل وسط المدينه، وخاصه ان ما نكذبش عليك مدينه اكادير الحي الصناعي ما بقاش فيها في الداخل، وهذا نقص شويه الخدمه ديال الصيف الثاني، لان كل كيخدموا مع الحي الصناعي بكثره. ومن هنا بدينا كنشوفوا بعض اشباه النقابين ولا الجمعويين في الصيف الثاني انهم بداوا بطرق غير شرعيه البراكه. راه ما عندكش الحق الشريف، راه السلطه هي اللي عندها الحق، هي اللي السلطه التنفيذيه، ما خصناش ندخلوا في هذوك الصراعات. حنا قلنا يكون واحد اللقاء، انا اقترحت واحد اللقاء انه يكون فيه الصنف الاول والصنف الثاني لمدينه اكادير بحضور الناس ديال المستغلين، ان حتى هما صاحب الاسطول، ونقعدوا اطابل ونخلوا كل واحد يخدم بالطريقه الشرعيه. ما تدي لي ما ندي لك، وحنا بمدينه اكادير كتسموا قطاع خدماتي بصنفيه لصالح المواطن. كاينين بعض الشوارع اللي هما كيدوزوا منهم الصنف الاول لان القدره الشرائيه ديال المواطن ما كتسمحش انه ياخذ تاكسي بالكونتور. راه كتعرفوا ان شنو اللي داز مؤخرا من ازمات من امراض، هذا راه نزل شويه من القدره الشرائيه ديال المواطن،
وحنا ماشي ضد اي واحد، المواطن له الحق انه الاختيار ما بين الصنفين. وبالنسبه للتعاون بيناتنا ما عندناش اشكال، كان عندهم كان عندنا بعض المسائل اللي كانت تناقشوا عليها، كمثال سوق الحاد، وكنتسناو القرارات البلديه ولا القرار العميري الجديد اللي هيخرج سينصفوا يعني الطرفين. وعلاش حنا خصنا نبداو نضربوا بيناتنا وخلينا الناس اللي كياكلوا فينا كياكلونا بجوج؟ كنهضر على التطبيقات المرخصه والغير المرخصه، كنهضر على الخطافه اللي ولاو حتى هما بالكثره، كنهضر على بعض العربات اللي ولاو كيدخلوا لنا وسط المدينه. هذا هو اللي خصنا نحاربوه، وخلينا هذا الشيء اللي خصنا نحاربوا. وبدينا يعني في شي حوايج تافهه اللي هي غادي تلقى لها الحل يعني بطريقه سلميه. وهذه رساله حتى الناس ديال إزكان، انا احترم الجميع، ولكن انا راه كنت في جميع واحد العدد ديال اللقاءات مع إزكان كنقول لهم شوف مرحبا بكم في مدينه اكادير، ولكن المحطه للمحطه. وحتى حنا اذا جاب الله خدمنا معكم في إزكان خصنا نحترموا المحطات ديالكم. راه لما تحترموش المحطات راه ما عندك ما تقضي. حنا كنقولوا المحطه تحترم ب 500 متر، والبلاكه كتحترم ب 50 متر، بعد عليها يا خويا وهز.